Moses. Rameses. You grew up together, close as brothers. Keep each other safe. فيلم الخروج ممنوع من دخول مصر. فبعد المغرب قررت وزارة الثقافة المصرية منع عرض فيلم إكزودس آلهة وملوك للمخرج ريدلي سكوت في الصالات المصرية. الفيلم الذي يتناول خروج اليهود من مصر بقيادة النبي موسى تم حظره في مصر لأنه صهيوني بامتياز وفق وزير الثقافة جابر عصفور الذي اعتبر أن الفيلم يعرض التاريخ من وجهة نظر صهيونية ويتضمن تزييفا للوقائع التاريخية وتحديدا في جعل موسى واليهود مساهمين في بناء الأهرامات كما يظهر في الفيلم البحر الأحمر وقد انقسم بسبب زلزال ضربه لا بسبب معجزة إلهية. الوزير عصفور نفى أن يكون للأزهر علاقة بمنع الفيلم على الرغم من أنه سبق أن منع فيلم نوح في مصر بطلب من الأزهر لكونه يحرم ظهور شخصيات تجسد أنبياء ورسلا في الأفلام السينمائية منذ عام 1926. بعد 7 أشهر على منع فيلم حلاوة روح لهيفا وهبة أعيد الفيلم إلى الصلاة فمنع فيلم إكزودس. في مصر بعد الثورة الرقابة على أشدها والحرية تختنق.